نحن أبناء محافظة كربلاء ومعظم هذا الجمع كلهم خريجين وبدون عمل وعاطلين عن العمل وينتظرون هذه الفرصة في موسم زيارة الحسين من أجل أن يحصلوا على لقمة العيش لعوائلهم. أما الآن ونحن أصحاب البسطات لقد تضررنا بحيث أنه معظم سلعنا قد دمرت بسبب البلدية، وإحنا نحن نعمل خلال هذه الفترة لمدة 10 أيام ومسؤولين على نظافة المنطقة. تجاوزات بلدية والتجاوزات المحافظ أمر من المحافظ ويقولون أمر من المحافظ. إجينا إلى المحافظة لم يوجد أي شخص في المحافظة، حتى المحافظ غير موجود ونحن ننتظر حل. أنا طالب سادس علمي وأنتظر الزيارة الأربعينية سنة كاملة، يعني من الأربعينية ذيك فاتت لحد هاي السنة حتى أدخل بها خصوصي وأدخل امتحن سادس. سادس علمي الله وكيلك 500,000 متداين الدين ومسوي له بسطية متر بمتر. ثالث مرة أخليه على الرصيف يجوني فرشوها ثالث مرة، وأنا من محافظة كربلاء بجابر الأنصاري سادس علمي الله وكيلك أجيب مال بسطية، أجيب مال بسطية طين خصوصي خصوصا طين مدير الشرطة، وكل من واصل كل من يجيب جماعته ويخليهم يبسطون بالبسطية، يعني مو يعني أهلي يجي يفتح جماعته هذا صاحب هذا صاحب هذا يجيني يبسطون على الواسطات، بس مجرد واسطة، والما عنده واسطة الله وكيف ما يبسط. كل ساعة يفرشون، هاي ثالث مرة يفرشون بسوق ب 500,000. نوصل رسالتنا للمحافظ الدكتور عقيل الطراحي، يقول له ناس احنا صاحبين عوائل وكلها عندها بسطيات وما عندها امكانيات وظائف وكلها عندها ايجارات ومعيشة غالية، زين احنا ما متجاوزين، احنا مجرد هي مدينتنا احنا نخدمها والنظافة كلها علينا، بس مجرد احنا على مود العيشة لا اكثر ولا اقل. احسن اساس شباب يعني بطالة لا شغل ولا عمل، إذا أنت تحاربهم على العيشة صاحب البلدية عباس وعقيدة عماد، زين حاربونا على العيشة داخل كربلاء وإحنا من أهل كربلاء، هاي رسالة توصلها أمانة عليك، زين بحق مصاب الحسين أمانة عليك، هاي توصلها للمحافظ ورد رد سريع، شيلونا وطشروا أغراضنا وكل من متسوق له ب 500,000 و 600,000 على قد حاله، زين ما عنده إمكانية، اللي عنده إمكانية يقعد على الرصيف، هي هاي قيمة العراقي يقعد، زين هي قيمة يعني احنا نريد من عندهم تعاون ويا الناس هالفقرة، يعني كسبة زين وكلها خريجين وكلها عندها شهادات.